مشاهدي زوم أفريقيا برحب بحضراتكم هنبدا حلقتنا النهارده بلقاء مع اجوم مرويل يعني أخد... اخدتي تجربه من مصر وطبقتيها في جنوب السودان أولا برحب بيكي في زوم أفريقيا اهلا وسهلا بيكي يا استاذه مبسوطه جدا حاكون معاكم النهارده لسه جوم مرويله فاش من دوله جنوب السودان مديره مدرسه فيوت شبات لا سوري ام برايمري سكول طيب يعني انت اخدتي تجربه تعليميه تمام, تمام. من مصر وتاثرت بيها وطبقتيها تجربه ناجحه جدا انا بنفسي يعني كنت ضيفة عندك وشفت قد ايه المدرسه يعني راقيه وفعلا التعليم محترم جدا احكي لي بس مم. الاول على التجربه دي وفكرتي تنقليها من مصر لجنوب السودان ازاي اوكي اولا الفكره كانت هنا والتنفيذ نفذت هنا حتى بعد كده انتقلت هناك احكي لي بقى بالتفاصيل يعني انت نفذتي هنا ايه بالضبط؟ المدرسه كانت في المعادي م -م. طبعا كنا ساكنين في المعادي لان سكان المعادي اغلبهم من دوله جنوب السودان م -م. صحيح يا. فكنت لما ساكنه بمر بشوف كميه من حضانات بين كله عمرتين ثلاثه فبقت فبلا كمية من حضانات وبلقى اخواتي يعني اللي السودانيين العيال قاعدين في البيت م -م. فسالتهم كذا مره ليه بتنزلوش العيال حضانه بيقولوا لي مثلا لما ننزلهم الحضانه بيعيطوا وبيرجعوا طبعا انت عارفه عامل اللغه اه بالظبط آه عشان احنا عندنا لغات كثيره بتلقي في البيت بنتكلم اكثر من لغتين ثلاثه مم. الام عندها لغه والاب عنده لغه والتعليم اساس اللغه انا لو بعرف لغه محدده حتعلم سريع مم. فلما ينزل الحضانه دي كانت صعبه عليهم شويه فعشان كده فكرت اعمل حضانه في المعادي والحمد لله افتتحنا ونجحنا والعيال كانوا بيجوا وحبوا وتعلموا م -م. وبعد ما يخلصوا بعد كده بيمشوا المدارس الثانيه بيختلطوا مع المدارس آه الاخرى كنت بتعلمي بقى انت قلتي عامل اللغه عامل صعب شويه بتعلمي بالإنجليش ولا بالعربي بالعربي والإنجليش هي يعني العربي والإنجليش لانه العربي اللي عندنا العربي جوبا م -م. فهنا العربي المصري بالنسبه لطفل يا دوب تعليم ما قبل المدرسه بيكون صعب شويه م -م. فبدأت انا بشكر وزاره التضامن وزاره التربيه سهلت لنا الاجراءات شديد بس الحمد لله عندنا مدارس في المعادي في المطريه في العباسيه في عين شمس في كل حته في تجمع بيكون عندنا حضانات خاصه بينا بنهيئ العيال ديل عشان يكونوا مجهزين انهم يقدروا يدخلوا مدارس اخرى. طيب أه، انتقلتي بقى بعد كده وعملتي المدرسه اللي انا يعني رحت زرتها في في جوبا. يا إيه. ابتدينا هنا 2016 لغايه 2019 فلما قررت ارجع بجد حبيت انقل الفتره هناك لانه بجد احنا كان يساعدونا بالسودان بنحب الشغل جدا بتلقي الست شايله طفلي معاها في ظهرها رايحه السوق آه رايحه مثلا الزراعه رايحه مثلا تشتغل فهي صعبه جدا. فلما يكون في حضانه بتقبل طفله من ثلاثة شهور حلو جدا انه الزول بيقدر ينزل يواصل شغله عادي ويقدر يمارس لانه بجد لما يكون عندك طفل وإنتي ما قادره مثلا تاخدتوه في حته سف حتتنازل عن شغلك حتتنازل عن حاجات كثيره فمهم جدا انه يكون في حضانات بتقبل اطفال صغيرين جدا كان في تحديات وإنتي بتعملي يعني شبكة نهيتي تحديات كثيره واضح كانت كثيره يعني قولي لي بعضها وتغلبتي عليها ازاي اوكي أه، التحديات اللي كانت واجهتني اكثر حاجه طبعا يعني انت عارفه جنوب السودان مم. الخريف قاعد يكون كثير طول العام ما مطر يا مطر فظيع قوي فالاطفال يكون متاخرين مرات عيانين التهابات فانت عارفه الطفل لما يغيب يومين مم. ثلاثه يوم ورا بعض ثاني تبدي من الزيرو اه طبعا صعب, صعب شويه صعب مم. شويه والشيء الثاني بعد المسافات وما قدرنا نعمل فروع كثيره مم. يعني الترحيل يضطر يتحرك والطريق طبعا انت عارفه شويه كده يعني شوية بعد فكانت البدايه السنه الاولى كانت صعبه السنه اللي بعديها واجهنا جائحه كورونا مم. كورونا تعني رجعتنا ورا كتير لانه الفتره ديك المدارس قفلت التعليم مضطرين نشيل نوزع الكورسات للاطفال في البيوت بالترحيل مم. <applause> لانه الشبكه مرات الانترنت كانت بعيدة في اوروبا الوات لا الانترنت صعب شوية. صعب جدا يا صعب جداً. شويه فبنضطر نشيل المغررات نوزعها على الاطفال البيوت لكن الحمد لله السنه اللي فاتت واللي وهسه الحمد لله من حضانه بيجينا برايمري لا بس برغم كده يعني انت انت ما شاء الله <applause> الحمد لله آه ستة <applause> الحمد لله قويه جدا نشكر ربنا ومن النساء المميزين في جنوب السودان ان انت رغم كل التحديات طبعا انا رحت جنوب السودان آه يعني مئات المرات فعارفه قد ايه فيها في تحديات صعوبات كتيرة. علشان نعمل مشروع ناجح yeah, صح. قبل بقى ما نتكلم شويه في العادات والتقاليد من دولة جنوب السودان استعنتي يعني المدرسين او المدرسات منين بالنسبه للتدريس طبعا جنوب السودان بعد ما انفصل احنا طبعا كنا موزعين في كل العالم في ناس جايه من السودان صحيح. في ناس جايه من ايس أفريقيا، يوغندا كامبالا، نيجيريا فالصعوبات اللي واجهتنا اكتر في ناس بتتكلم لهجه السودان وفي ناس بتجي من ايست أفريقيا سواحيلي وفي ناس فبالتالي المدرسه مضطره تجيبي تيشرز يكونوا يا في اللي سواحيلي في اللي لغه عربيه في البدرس انجليش عشان شنو تقدر تعملي دمج ويكون في توافق بين yeah. الأطفال كلهم عشان يكونوا في ليفل محدد يكونوا في مستوى محدد فبجد كانت تحديات قوية شوية لكن قدرنا تجاوزناها الحمد لله عندنا أساتذة من جنوب السودان عندنا يوغنديس وعندنا كينيين وعندنا أساتذة من السودان لانه عندنا طلبه سودانيين بيدرسوا طبعا اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه فكل الحاجات دخلناها داخل المدرسه علشان الاطفال ما تعاني وما يكون في نقص في اي حاجه. طبعا تجربه ناجحه واتمنى ان يعني كل اهلنا من جنوب السودان او من الدول الافريقيه المختلفه ينقلوا تجارب ناجحه زي كده بجد نورتينا في زوم افريكا. بنورك بنورك وبجد انا بشكر اسره البرنامج وبشكر زوم افريكا لانها عن جد عملت زوم لافريكا عشان توضح الصوره والتفاصيل الصغيره الناس ما عرفاها افريقيا جميله بعاداتها وقبائلها وتقاليدها لانه اقرب الاعلام بيسلط على انه افريقيا فيها حروبات افريقيا فيها وفي جانب اخر بجد يا أستاذ سالي انا بشكرك يعني دي اضافه حقيقيه انه العالم الاخر يعرف انه افريقيا بتفاصيلها بكل حاجه جواها لانها مهمه جدا انا بشوف انه لما انا اعرف عن سالي هي شنو او دولته هي عاداتها وتقاليده ايه مم. انا حقدر اتعامل معاها صحيح عندك ولما يكون في تعامل اكيد بيكون في تاخي وبيكون في محبه صحيح طبعا <applause> بيكون نورتينا في حاجات فعلا بجد وامتعتينا بالعادات الجميله جداً. الطريفه يعني تشكري من جداً. تشكري. من دوله جنوب السودان نورتينا